مشاهدينا الأعزاء مرحبا بكم، عدنا إذن في موسم جديد من حصتكم حصة صحة ولدك. خيرت باش نبدأ موسمنا الجديد بمشكلة، مشكلة تأخر المشي عند الأطفال. كثير من الأمهات يبدو يتوسوسوا في كل ما يخص تطور ونمو الأطفال، تطور تاعهم إذا كان خاصة ابن الجيران أو ولد عمته ولا ولد خالته اللي عنده نفس العمر راه يحبو ولا يتمشى والطفل تاعها مازال صحيح. الأم تبدأ توسوس وتبدأ تخمم باللي الطفل تاعها عنده مشكلة معينة خلاته ومنعاته باش يحبو ولا يتمشى كما الأطفال الآخر. أنا نحب نطمئن الأمهات أن النمو وتطور طفل يختلف من طفل لآخر، خطرات في نفس الأسرة تطور تاع الأطفال ما يكونش كيف كيف، لذا لازم لنا نتابعوا نمو الطفل من خلال مخططات النمو القياسية اللي غادي نهضروا عليها، ونتابعوا أيضا مع طبيب الأطفال. مخططات النمو القياسية هذه صار لها كما الكالندري، الطفل هذا في كل شهر ولا شهرين يقلا يتعلم حاجة. توضح لنا أنه عادة الطفل هذا يبدأ يشد الرأس تاعه بعد 3 أشهر، يبدأ يجمع مع السن تاع 6 أشهر، ويبدأ يسحب في نفسه باش يوقف بين 6 إلى 10 أشهر. يستطيع يبدأ يتمشى استنادا على الأثاث، وربما يستند بالدعم تاع الأبوين تاعه بين سن تاع 17 أشهر إلى 13 شهر. إذن ما لزمناش في هذه المرحلة بين 7 شهور و 13 شهر نجبر الأطفال باش يتمشوا، ولكن لازمنا نحفزوهم ونشجعوهم. الطفل في العادة يبدأ يتمشى بمفرده ما بين 11 و 14 شهر، إذن بعد 14 شهر معظم الأطفال ينجموا يتمشوا منفردين، ويلاحظوا أيضا أنه يوجد اختلاف كبير من طفل لآخر في تعلم المشي. فتجدون بعض الأطفال يمشوا بعد 3 أو 4 أشهر من طفل آخر، وهذا لا يعني وجود مشكلة عند هذا الطفل. ما ننسوش أيضا أن الخطوات الأولى تاع المشي مهمة جدا وما تنساهاش أي أم. المشي تطور مهم وكبير في حياة الطفل، ليتنقل منه من كونه رضيع إلى طفل يمشي ويتحرك بشكل مستقل عن أمه. ودائما يتساءلوا الاباء وين تيوصلوا الابناء تاعهم لهذه المرحله المهمه. اذا متى نتوقع باللي ان الطفل غادي يبدا يتمشى؟ معظم الاطفال يبدوا الخطوات تاعهم الاولى مع قرب عيد ميلادهم الاول، ففي الغالب يبدوا يمشوا كما قلنا بين السن تاع 9 اشهر الى 18 شهر. الام والاب ما لازمهمش يتقلقوا اذا الابن تاعهم محباش. بعض الاطفال ما يحبوش، يبدو الى مرحله الوقوف ديريكتومون يبدو يوقفوا، ومن بعد يفوتوا لمرحله المشي بلا ما يفوتوا بمرحله الحب. اهم في الامر انه لازمنا نتعرفوا باللي الطفل هذا باش يمشي غادي يستخدم الاذرع تاعو والارجل تاعو للحركه. لو كان الابن تاعك عنده وحده من هذه الحركات اللي غادي نهضروا عليها الان، فانه اقترب كثيرا من خطوه المشي. من بين هذه الحركات هي الدحرجة، بدأ الطفل يسيب باش يدحرج ويدور على الجهة اليمنى والجهة اليسرى باش يتحرك، فأنه اقترب من مرحلة المشي. إذا بدأ يسيب في روحه باش يتمشى على يديه ولا على رجليه يدمر باش يوقف، فإن مرحلة الوقوف ثم المشي اقتربت. بعض الأطفال كما قلنا يبدو يزحفوا بالمؤخرة تاعهم، خطاش يزحفوا على البطن تاعهم ويقولوا مارشارير، هادو فاني من المراحل اللي تقرب مرحلة المشي. بعض الأطفال نجموا يبدو يتسلقوا السلالم بالأيدي تاعهم قبل ما يبدو يتمشوا. حاجة مهمة أيضا لنوصي بها الآباء باش يشوفوا الأبناء تاعهم لا راهم يتطوروا من شهر لآخر. إذا في الشهر هذا شهر التاسع كانوا خير من كان عندهم 8 شهر، هذه حاجة مهمة وهذا مليحة. إذا الطفل يبدأ يعرف يرفع الجسم تاعه عن الأرض أكثر فأكثر مع مرور الشهور، هذه فاني حاجة مليحة. إذا كان يفعل هذا فلا داعي للقلق على الإطلاق، ولكن مع مر إذا فات العام الأول لازم نحن فني نبذل مجهود مع الأطفال باش نعاونوهم باش يوقفوا. إذا كيفاش نجم نشجع الأبناء تاعنا باش يتمشوا؟ معظم العلماء يقولوا باللي الأطفال لازمهم حوالي 1000 ساعة من التدريب باش يتمكنوا بالجلوس بمفردهم وحتى يستطيعوا المشي. إذا لمساعدة الطفل في المشي يمكننا القيام بالآتي. المساعدة في المشي تبدأ منذ الولادة، نعم
منظر الشهر الأول في حياته، لأنه حاجة مهمة أيضا في المشي هي عضلات الظهر اللي قلها تتطور باش لها عضلات الظهر تولي قوية. عند الطفل الرضيع ديجا نعلموه كيفاش يرفع الرأس تاعه ونعاونوه وهو مستلقي على البطن تاعه، اللي لازمنا نحرصه باش يقضي فترات من اليوم تاعه يلعب على البطن تاعه. لازمنا نحفزه أيضا بألعاب مثيرة تكون بعيدة ولكن تكون متناول على اليد تاعه بمسافة بسيطة باش يحاول باش يوصل لها وباش تطور إذن عضلات الظهر. كي تطور عضلات الظهر والطفل يبدأ يجمع بعد 4 شهور 6 شهور كي يبدأ يجمع، لقنا نساعده باش يدرب نفسه على التوازن وعلى الحركة بالدحرجة. نعطوه كرة للأمام أو للخلف باش يولي يتبعها باش يتوازن، أو اللعبة المفضلة تاعه نولو لعوه بها باش يتحرك من اليمين والشمال باش يتشجع وباش يميل باش يحاول الوصول إليها. بمجرد أنه يبدأ هذه المرحلة ويتشجع غادي يبدأ هو يسيب باش يزحف وباش يحبو، وهنا تبدأ تتقوى عضلات أخرى منها عضلات الرقبة، عضلات الظهر هضرنا عليها، وعضلات الذراعين والرجلين، مما يعطيه قدرة أكبر في التحكم في العضلات على الفخذين تاعه، وبهذا يمكن له باش ينهض ويجلس مرة أخرى. بمجرد أنه يستطيع الوقوف هنا لقنا نشجعه أكثر فأكثر، لقنا نشجعه باش يتجول في البيت، نشدوه من يديه في زوج ونسويوه باش يخلوه يتمشى، ومرة على مرة نطلقوا له وتمشوه غير من يد واحدة ونشوفوه لقد يشد التوازن تاعه، ونحاولوا باش نوقفوه بعد خطوة أو اثنين وهكذا. ولقنا نشجعوه في كل مرة لقنا نصفقوا له ونقولوا له بلي الحافز الأساسي هو الحاجة المهمة في التشجيع، الحافز لقنا نحفزه هذا الأطفال في هذه المرحلة باش يوقفوا ويتمشوا. بمجرد أنه يبدو يتمشوا صحيح يبدو يستندوا على الأشياء، هنا الطفل يولي بارتو في الدار، كل حاجة أيدي تاعو غادي نسيبوها في أثاث المنزل، غادي نسيبوها في الحائط في الطاولة إكسترا. إذن في هذه المرحلة الأم لقلها تعاود ترتب الغرفة وتعاود ترتب الأثاث تاع البيت باش تخليه يتمكن يتجول بحرية في كل مكان في الغرفة، ودلك تكون قريبة ليه باش يحتاج مساعدة، خاصة الطفل اللي بدأ يوقف خطاش ما ينجمش يعرف يجمع وحده، لقنا نعاونوه باش يجمع ويعاود يوقف. سؤال مهم واللي طرحوه بزاف الأمهات والمشاير، تعاون في المشي نشروها له؟ الإجابة المختصرة هي لا. هناك اتجاه عام لكثير من العلماء خاصة في الولايات المتحدة وفي كندا، وهذا منذ سنوات منذ 2002، منعا باتا شراء المشايات عند الأطفال، لخاطش كل عام كانت تنتهي بألاف الإصابات في المستشفيات نتيجة لوقوع هذا الأطفال من المشاية من خاصة من أعلى السلالم، ولا خاطش الأطفال كانوا يوصلوا للفرن الساخن بسهولة. إذن سلبيات المشاية كثيرة جدا، الأفضل هي أنه تخلو الطفل يلعب على الأرض، هذه الحاجة الأهم. من السلبيات إذن التعثر هي واحدة من أهم السلبيات تاع المشاية، خاطر المشاية تبدأ تميل وتسبب في تعثر الأطفال، إذا تعثر الطفل من المشاية فإنه هذا يجم يتسبب في ضرر في رأس الطفل لا طع على رأسه ولا يتاح على الأذرع تاعه ولا على الساقين تاعه وتنجم تسبب إصابة، هذا خاصة المشاية ما يقناش نستعملها في الديار لما فيهاش الأسطح مستوية لا فيها الدرجات إكسترا. الدرج أو السلالم الأطفال يمكنهم يتحركوا بسرعة كبيرة إذا كانوا في المشاية، وإذا كانوا يتحركوا بسرعة كبيرة عجلة واحدة تفوت في درجة هي كافية باش تؤدي إلى الإطاحة بهذا الطفل والسقوط تاعه للأسفل لا قدر الله، والطفل يكون محبوس في داخلها. الإصابة في الوقوع من أسفل السلم بالمشاية غالبا تكون أسوأ إذا كان الطفل طاح لوحده من غير المشاية. والحاجة الثالثة هي أنه المشاية تعوق تطور حركة ساقين، إذن يمكن للمشاية أن تعرقل المهارات الحركية تاع الطفل. بعض الأطفال غادي كي يبدو يتمشوا في المشاية ما تقويش العضلات تاع الفخذين ويتكل على المشاية هي اللي تحس يخدم بها، واللي يبدأ يتحرك على القدمين تاعه خاصة على الأصابع، وهذه تنجم تخلي الأرجل تاعه نجمو يعواجو ولا يتعلم سكون أبال حنا في الطب لزاتيتود فيسيوس. الأباء أيضا من يروح يشروا الصباط الأول تاع الطفل لقلهم
يتحسوا الأصابع الأطفال كما كانوا يديروا الآباء تاعنا، يتوشوا في مقدمة الحذاء، اللي يكون مقدار ضغط أصبع تاعنا من الأمام، وتنجم الأم والأب يدخل الأصبع الصغير تاعو في وراء الحذاء. إذا لازم نخلو الطفل أيضا يتجول مدة 5 دقائق في المحل، ثم نقلعوا الحذاء، نخلو الحذاء ونشوفوا إذا كان هناك علامات أو إحمرار، ولكن هذا الشيء كاين ما لازم نشتروا هذا النوع من الحذاء ونخيروا حذاء آخر. العملية هذه تاع القياس اللي تتكرر بشكل دوري عند الأطفال كل شهر، لأن هذه المرحلة ينمو القدم بشكل سريع. عليكم أيضا تأخذوا الحذر إذا بدأ الطفل يتجول ويمشي في البيت، أنكم تكونوا تأخذوا الاحتياطات السلامة في كل غرفة بالمنزل. لقنا نغلقوا المطبخ، ولقنا الحمامات نعزلوها نغلقوا الباب لأنه باش نمنعوا الانزلاق والغرق. لقنا نغلطوا المنافذ والمقابس تاع الكهرباء، لقنا نوضعوا سور على السلم باش ما نخلوش الطفل يطيح من اعلى السلم. اذا نعاود نقولوا للاطفال اللي عندهم تاخر المشي علاش يكون عندهم هذا الشيء. ربما يتاخر هذا الطفل عن اقرانه في النمو والتطور، الو هو يكون طبيعي. اذا كان لاحظتوا باللي الطفل فات 18 شهر من العمر تاعه وما بداش يتمشى، هنا لقى استشاره طبيه. من المؤشرات علاش يكون هنا المشاكل، هناك عدة عوامل، من بينها عوامل أسرية وعوامل بيئية. من العوامل الأسرية أنه خطرات السبب فينا احنا الأباء، ما عطيناش الفرصة لهذا الطفل وما شجعناش باش يمارس المشي. كثير من الأفراد الأسرة يكونوا مشغولين على الطفل ويتركوه فترات طويلة في المشاية، ولا يكونوا خدم أمام التلفاز وما يعودوش الطفل وما يتركزوش معه باش يستخدم الأرجل تاعه باش يوقف وباش يتمشى. الكثير من الأطفال يسعون للمشي بياس، فمثلا الأطفال اللي يحملهم الأمهات تاعهم كثير واللي تديها معه في كل بلاصة في كل بلاصة وهي رافداتها وتمشى به، فإن هذا الطفل ما غاديش باش الحاجة اللي تخصها غادي يوصل لها. لقنا نحطوه في الأرض ولقنا يبدأ يتكل على روحه ونحفزوه، باش هذا هو الدور تاع الأم باش يتطور المهارات تاع المشي تاع الطفل. احيانا ايضا يتاخر الطفل عن المشي نتيجه للزياده في الوزن تاعو. الاطفال اللي عندهم لوبيزيتي يكون عندهم صعوبه في الحفاظ على التوازن تاعهم. واخيرا خطرات تكون سبب طبي، خاصة إذا كانت كاينة مشكلة في الفخذ أو في الرجل، ولا أحيانا تكون عنده مشكلة طبية لا سمح الله، يكون عنده تخلف عقلي. هنا المشكلة هي السبب في تأخر المشي. إذا متى يصبح الذهاب للطبيب ضرورة؟ الضرورة كما قلت لكم إذا ما مشاش الطفل بعد 18 شهر، هنا لقنا ندعو عند الطبيب باش يشخص الحالة. إذا كان الطفل يمشي فقط على أصابع قدميه، إذا كان لديك سيدتي مخاوف من وجود مشكلة معينة في القدم أو الساق تاع الطفل، لازمنا ندعو عند الطبيب. وإذا لاحظت أن حركة الطفل تختلف من جانب إلى آخر أو من ساق لآخر، لقنا ندعو عند طبيب الأطفال باش يتفحص. في الغالب يقوم طبيب الأطفال بتقييم الطفل بعدة خطوات. الحاجة الأولى اللي غادي يديرها الطبيب الأطفال هي أنه غادي يتفحصوا، خاصة الفحص العصبي، ويقوم مرونة المفاصل تاع الطفل وخاصة قوة العضلات. حاجة ثانية، هناك ما نسميه بالفحص النمو الحركي عند الطفل، نشوفوه إذا الطبيب يبدأ يقارن بين المشي عند الطفل تاعك وباقي المهارات الحركية تاعو باش يتأكد من استمرارية النمو الحركي عند هذا الطفل. إذا الطبيب تفحصه ما صار عنده حتى حاجة، ما كانش سبب للتأخر المشي، فإنك غادي يوصي في الحاجة الأولى ببعض الألعاب التحفيزية باش نحفزوه وباش نشجعه هذا الطفل باش يتمشى. إذا لم نحصل على النتيجة المطلوبة، فربما الطبيب هذا غادي يطلب بعض الفحوصات، بعض الأشعة، باش يحوس على أمراض أخرى بلك يستحق التدخل الجراحي، خاصة إذا كانت هناك مشكلة في العظام كما راكم تلاحظوا في الصورة. في الأخير نذكر باللي أن عملية المشي عند الطفل تعبر عن مرحلة مهمة في حياته، هي مرحلة الاستقلالية، وتعبر أيضا عن بداية لأهم معالم التطور اللي يمر بها الطفل. في هذه المرحلة نحب باش نطمئن كل الأمهات أن هذه المرحلة تم بصفة تدريجية، وأنه أغلب الأطفال يكونوا سليمين حتى ولو أنهم تأخروا في المشي. ولكن كما قلنا إذا فاتت مرحلة 18 شهر والطفل ما تمشاش، ماذا بينا ندوه للتشخيص الطبي.
إذن إلى هنا نأتي لنهاية حلقتنا اليوم. نتمنى أنكم استفدتم كثيرا من المعلومات التي أعطيناها لكم في هذه الحلقة حول تطور المشي عند الطفل. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. مع السلامة. Ha ha ha!